Doa singkat sesudah salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna sighara walimashayikhina walimuallimina waliasatidina walijami'il muslimina walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.